بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم ننهي معكم دورة الإعداد لامتحان الآيلتس للمبتدئين، وسوف تكون هذه المحاضرة حول قسمين، آخر القسمين الأخيرين من أقسام الآيلتس، وهم الرا ريدينج والرايتينج، القراءة والكتابة. فبسم الله نبدأ. هذه هي الأجندة لمحاضرة اليوم. سوف نتطرق كما ذكرت لقسم الرايتنج الريدنج، وبعد ذلك قسم الرايتنج. في كل قسم سوف نتكلم عن محتويات الامتحان، أنواع الأسئلة، وطريقة الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة، وسوف نتطرق لطريقة التقييم وحساب درجات للطلاب. بسم الله نبدأ مع قسم الريدنج، ريدنج سكشن، قسم القراءة. هذه بعض المعلومات العامة حول هذا القسم. The reading test is 1 hour length. اختبار الريدنج، اختبار القراءة، ساعة كاملة، 60 دقيقة لا زيادة ولا نقص، 60 دقيقة. يكون اختبار الريدنج مباشرة بعد اختبار الاستماع، فتبدأ باختبار الاستماع ثم يكون مباشرة بعده اختبار ريدنج. بيكون معك في اختبار الريدنج بيكون 3 reading passages، 3 قطع قراءة، 3 reading passages. كل reading passage، كل قطعة طويلة جدا، يعني ممكن تكون يعني 3 4 صفحات، مستحيل تكون صفحة أو صفحتين، يعني ممكن صفحتين أقل شيء، لكن ممكن تكون 3 4 صفحات. وحيكون فيها بعضها حتكون فيها خرائط، رسومات بيانية، بعضها حيكون فيها diagrams، فحتكون معقدة شوي. يعني مجموع الأسئلة للامتحان، مجموع الأسئلة 40 سؤال مقسمة على 3 reading passages، 40 سؤال، على كل سؤال درجة واحدة، على كل سؤال درجة واحدة. فالدرجة النهائية، الدرجة الكلية 40 من 40 في هذا الامتحان. توقيت وحساب التوقيت في اختبار الآيلتس قسم القراءة، كما ذكرت سابقا، the reading test is 1 hour. 1 hour، وبيكون في 3 قطع، 3 قطع رائع reading. والمتوقع من الطالب أن يقضي 20 دقيقة على كل قطعة، 20 دقيقة، ثلث الوقت على كل قطعة. There is no gaps between passages. يعني بيعطونك ورقة الأسئلة أوراق، ويقول لك الوقت بدأ، فأنت سواء اشتغلت قضيت كل الساعة كاملة على قطعة واحدة أو قضيتها على 3 قطع، ما حد يقول لك شيء. بعد 60 دقيقة يقول لك انتهى الوقت، فأنت المفروض أنت تحسب نفسك، أنت تتابع الوقت، وما حيكون في يعني 20 دقيقة وبعدين يقول لك يلا دحين نحول للقطعة الثانية، بعدين نحول للقطعة الثالثة. لا، ممكن أنت تحسب نفسك 20 دقيقة وتحول المفروض يعني على القطعة الثانية وبعدين على القطعة الثالثة، أو لو حسيت إنك تبغى تقضيها كلها على قطعة واحدة، كل الساعة على قطعة واحدة أو قطعتين، يعني القرار لك، ما يتدخلون فيه. There is no extra time to transfer your answers. وهذه مهمة، على عكس الليسنينج، كما ذكرنا انه في الليسنينج يعطونك 10 دقائق في الاخير عشان تنقل الاجابات في ورقة الاجابة. هنا ما في، على طول ساعة يقول لك تايمز اب، ترفع يدك عن الورقة، المفروض انك مباشرة وانت تقرا القطعة وتحل الاسئلة تحل في ورقة الاسئلة الاجوبة على طول، لانك بعد ساعة بتسلم الورقة مباشرة. طيب، هذه بعض النصائح العامة في اختبار القراءة. بشكل عام بيكون في بشكل عام يوجد 14 نوع، 14 نوع من الأسئلة في اختبار القراءة، 14 نوع مختلف لأنواع الأسئلة في هذا القسم، مثل إكمال الفراغات، مثل الصح والخطأ، مثل الاختيار المتعدد، مثل أربط الجمل، هذه أنواع مختلفة، 14 نوع. لكل نوع يوجد استراتيجيات محددة تساعدك للقيام بحل كل نوع من هذه الأنواع. طبعا ممكن يجيك 14 نوع في الاختبار، ممكن يجيك أقل يعني، لكن هو بشكل عام 14 نوع.
بعض الأسئلة مثلا، مثلا لما يكون عندك غالبا مثلا اختيارات الصح والخطأ، أسئلة الصح والخطأ لما يعطيك 3 أو 4 أسئلة صح وخطأ، غالبا تكون الإجابات in order، يعني تكون الإجابات بالترتيب. يعني إذا حصلت الإجابة السؤال الأول في المقطع الأول في من الريدنج، المفروض أن السؤال الثاني تحصل إجابته بعدها، ما تحصل إجابته قبلها، يعني تكون الإجابات بالترتيب. لكن الأغلب في أسئلة، أنواع أسئلة كثير لا ما تجي مرتبة، تجي ملخبطة، يعني ممكن تحصل إجابة الفقرة الأولى في هذا السؤال في منتصف القطعة، بينما الفقرة الثانية في أول القطعة، فملخبطة، يعني تصعب عليك عملية البحث عن الإجابة. وهذه النقطة الرابعة، do not try to understand everything. هذه مهمة جدا، لا تحاول فهم كل شيء في القطعة، وأنت تقرأ لا تحاول تفهم، يعني أنت تقدر تحل من دون ما تفهم كل شيء في القطعة، فحاول تفهم الصورة العامة بس لا تحاول تفهم يعني كل شيء وتقضي وقت وانت تقرأ ببطء عشان تفهم، يروح عليك الوقت. وانا افضل يعني من ناحيتي انا انك تقرأ السؤال بعدين تقرأ القطعة، تقرأ السؤال بعدين تقرأ اول سؤال بعدين تروح تدور اجابات في القطعة عشان تختصر على نفسك الوقت. افضل انك تبدأ بقراءة القطعة تاخذ منك مثلا 5 دقائق وبعدين ترجع تقرا الاسئله السؤال الاول بعدين ترجع تقرا من جديد القطعه تدور الاجابه، فكذا انت ضيعت 5 دقائق. لا، ابدا بقراءه السؤال بعدين ارجع اقرا القطعه مباشره. هذه المعلومات اللي ذكرتها او النصائح يعني تساعد ولو بشكل بسيط، تساعد الطالب في عمليه الحل بسرعه وعمليه البحث عن الاجابه بسرعه. طيب الآن ننتقل لأنواع الأسئلة. كما ذكرت يوجد 14 نوع من الأسئلة في الآيلتس في اختبار القراءة، هذه هي الأنواع، بنتطرق لها باختصار في هذه المحاضرة. النوع الأول Matching Heading Questions، هذا النوع يعطيك قائمة بالعناوين الرئيسية، قائمة بالعناوين الرئيسية، ويطلب عناوين رئيسية يعني جمل مختصرة، يعطيك ممكن 18 خيارات، يعني 8 جمل أو عناوين رئيسية، ويقول لك أربط كل عنوان رئيسي بالباراجراف المناسب في القطعة. فأنت تروح تقرأ الباراجراف الأول مثلا في القطعة وتشوف يتكلم عن إيش، تاخذ الفكرة الرئيسية، بعدين ترجع للقائمة هذه وتشوف إيش أكثر جملة يعني مرتبطة بهذا الباراجراف وتحط الإجابة الصحيحة. فأهم يعني عشان تقدر تحل النوع هذا من الأسئلة إنك تحاول to understand the aim of the section، يعني لما تقرأ الباراجراف دحين تحاول تفهم إيش تكلم عنه، عشان لما تروح تدور في الليست تشوف يعني إيش أفضل جملة توصف هذا الباراجراف. طبعا انت هنا تدور للمين ايدياز، مين ايدياز هذا بس يبغى لك هيدنج، ماتشنج هيدنج كوتشنز، يعني يبغى لك المين ايدياز حقت الباراجراف، ما يبغى التفاصيل. هذه المعلومة مهمة في هذا النوع من الأسئلة. Answer do not come in order، هذه مشكلة، يعني ممكن تحصل الباراجراف الأول إجابته الخيار الأول من القائمة، والباراجراف الثاني إجابته الخيار الأخير، والثالث يعني متلخبطة، يعني الوضع يعني داخل في بعض، ما تكون في أوردر يعني. وغالبا الناس اللي ما تكون إجاباتها بالترتيب يعني تكون صعبة شوية، لأن وتكون تاخذ وقت أطول منك عشان تقدر تحلها، لأنك ترجع تقرأ من جديد، يعني ما تختصر عليك جزء من القطعة. ابدأ بقراءة الهيدينجز، أول شيء اقرأ الهيدينجز الليست القائمة اللي أعطوك إياها في السؤال، وبعدين روح اقرأ الباراجراف وشوف إيش أكثر شيء يناسب الباراجراف، حاول تفهم الهيدينجز اللي أعطوك إياها في السؤال وتحللها. هذه مهمة. رقم 4، الترتيب حق الهيدينجز، غالبا أعطوك إياه بالحروف الرومانية اللي على هذا الشكل، فلما تنقل إجابتك تنقلها بنفس الحروف، تنقلها بنفس الحروف، ما تكتب 1 2 أو A B C، طلب منك هذه الحروف ترجع تحط هذه الحروف قدام الباراجراف. لو حط الحروف A B C تحط A B C، لأنه هو
لازم الترتيب اللي هو حاطه لازم تستخدمه، سواء حروف، أرقام، أرقام لاتينية، رومانية، لازم تستخدم نفس الترتيب اللي هم مستخدمينه. يعني لا تروح تستخدم ترتيب ثاني أو رموز ثانية بالأصح. هذا الرابط في معلومات أكثر عن هذا النوع من نوع الأسئلة، وفي براكتس ممارسة يعني بسيطة لهذا النوع من أنواع الأسئلة. النوع الثاني true false not given or yes no not given questions، اللي yes الأسئلة اللي تكون إجابتها بيس أو نو، أحيانا يطلب منك الإجابة يقول لك يس أو نو، أحيانا يطلب منك الإجابة true or false or not given. not given يعني غير معطاة. فهذه طيب decide if the information or writer's opinion in the question statement can be found in the passage. يعني أول شيء تروح تقرأ الباسج، هذه مشكلة لازم تقرأ غالبا تكون في الديتيلز. لو قريت ما حصلت المعلومة فغالبا بيكون الخيار not given، غالبا بيكون الخيار. لو حصلت المعلومة حاول تشوف المعلومة، غالبا يعطيك المعلومة بشكل وبعدها بجملة أو جملتين على طول يغير لك المعلومة، يقول لك وبعدين العالم الفلاني اكتشف انه زي كذا. فانت تروح تاخذ المعلومة الاولى تقول انه صح، وهو بعدين بعد جملتين او ثلاثة يقول لك لا انه اكتشف انها غلط مؤخرا. فانت حاول تقرأ جميع الجزء اللي فيها المعلومة، لا تختصر، لا تختصر. طبعا اذا قال لك استخدم يس اور ترو، يس اور نو، استخدم يس اور نو قدام الإجابة، تروح تحط علامة صح وعلامة خطأ. اللي يقوله استخدمه على طول مباشرة. يقول لك أن الأنسرز كم إن أوردر، الإجابات تيجي بترتيب. وهذا الرابط تقدر تدخل وتقرأ معلومات أكثر وتحصل تدريب على هذا النوع من أنواع الأسئلة. Matching Paragraph Information Questions، هذا النوع يعطيك قائمة ويطلب منك تربطها هنا لو تركز نفس اللي كان في البداية النوع الأول، بس هذا المعلومات للبراغراف، هذاك الهيدنج، هذاك الفكرة الرئيسية. هنا بندخل في التفاصيل، هنا بيعطيك معلومات دقيقة في تفاصيل دقيقة، يقول لك وين حصلناها في أي براغراف. أنت لازم تروح، يعني ما هو لازم تقرأ البراغراف كلمة بكلمة، لكن تسوي سكان تقرأ بسرعة، يعني تقرأ بسرعة الفكرة الرئيسية وتقرأ، يعني تمر بسرعة عشان تاخذ الفكرة الرئيسية وتاخذ التفاصيل يعني بشكل سريع، وتحاول تربط المعلومات المعطاة في القائمة بأي باراجراف. فغالبا الإجابات تكون حروف، الترتيب حق الجمل آسف تكون حروف A B C D أو أحيانا 1 2 3 اللي يعطيك تستخدمه، لأن هذا خطأ كثير من الطلاب يقع فيه، يعني يحصل الإجابة الصحيحة ويروح يستخدم رموز ثانية تعتبر في النهاية خطأ. طبعا الإجابات ما تكون بالترتيب، وهذا مهمة، لازم تعرف إن الإجابات ما تجيك بالترتيب. والأخير هنا not all paragraphs may used، ما هو كل الباراجرافات ممكن تحصل لها معلومات في السؤال من القائمة، ممكن تحصل يعني باراجراف باراجرافين من القطعة ما تحصل لها معلومات. وهذا الرابط تقدر تدخل تقرأ معلومات أكثر وتسوي ممارسة أو تدريب على هذا النوع من الأسئلة. summary completion questions، هذا summary يعطيك summary، طبعا ما هو مباشر يكون من القطعة، لا هو إكمال فراغات بس إنه ملخص عن قطعة أو عن جزء معين من القطعة، يقول لك أكمل الفراغات. يعطيك أحيانا يقول لك from، يقول لك أكمل الفراغات من الباراجراف الفلاني، يعني تروح تكمل تحصل الكلمات المناسبة من الباراجراف الفلاني، أو يحدد لك باراجراف معين، أو يقول لك يعطيك قائمة بالكلمات في نفس السؤال يقول لك أكمل الفراغات من هذه الكلمات، فأنت تختار يعني. هنا يحتاج لك إنك تسوي سكانينج، طبعا دائما في الآيلتس في قسم الريدنج سكانينج ما تقدر تقرأ وتفهم كل شيء لأن الوقت ما يساعدك، أنت لازم تخلص وتقرأ القطعة وتخلصها في 20 دقيقة، أنت عندك 3 قطع، صعب إنك تجلس تقرأ كل نوع. تقرأ يعني بتمعن. طبعا هنا في شيء معلومة مهمة، يعني أنت لما تقرأ الجمل الفراغات أحيانا أنت تسوي يعني توقع إيش الفراغ
لازم أحط الكلمة فعل أو اسم أو حرف أو إشي يعني. فأنت إذا عرفت أن الكلمة هذه لازم يعني لغويا أو عشان الجرامر لازم هنا ما ينفع إلا فعل في الفراغ هذا، فأنت تروح تختصر كل الأسماء، تحذف كل الأسماء من الليستة من القائمة، فيبقى لك تصفي على الأفعال. ف يعني تختصر على نفسك، تختصر على نفسك الخيارات. فشوف انت الفراغ شي يناسبه فعل او اسم، وروح احذف اذا كان يناسبه فعل، احذف كل الاسماء، ويبقى لك يعني عدد اقل من الخيارات تقدر تختار منها. يعني هذا تكنيك معين تقدر تستخدمه. الاجابات تيجي في اوردر غالبا للسؤال من نوع هذا من السنة. وهذه زي ما تطرقت انا هنا، شوف لما اقول لك يحتاج اسم او فعل الفراغ، هنا يقول لك The summary must be grammatically correct. لازم يكون لغويا صحيح. فالفراغ اللي يطلب فعل، اللي المفروض تحط فيه فعل وتروح تحط فيه اسم، بيكون خطأ يعني، لغويا حيكون خطأ. فأنت شوف الفراغ إيش يناسبه لغويا. وهذا كمان رابط يساعدك كان بممارسة أكثر في هذا النوع من أنواع الأسئلة. Sentence completing questions نفس الفكرة، انه اكمال الجمل. هذاك سمري باراجراف كامل، هذه بس سنتنسز. بيعطيك جمل فيها فراغات، يقول لك كم اكملها من من واحد من الباراجرافات، يطلبها من الباراجرافات في القطعه. دائما يحتاج لك زي ما قلنا سكانينج. سكانينج ما تقدر تقرا، لازم تسوي سكانينج. سكانينج اللي يقرا بسرعه. وزي نفس الفكرة اللي قبل كذا قلت لك type of word، يعني شوف الجملة الفراغ يحتاج له اسم ولا فعل ولا حرف، لأنه لازم تكون grammatically correct. لازم تكون grammatically correct. أحيانا يقول لك اكمل الفراغ بكلمة no more than one word، أحيانا يقول لك no more than two words. فيقول لك في السؤال لازم تتأكد هو كم يبغى كلمة. إذا يبغى ثلاث كلمات no more than three words، فممكنك تكتب كلمة كلمتين أو ثلاث يعني بالكثير. لكن لو تكتب أربع كلمات حتى لو كانت الإجابة صحيحة يحسب لك خطأ. فلازم تشوف، هو يقول لك أكمل الفراغ with no more than two words مثلا زي كذا. فأنت تروح تدور في القطعة إيش يناسب هذه الفراغات، بس تحاول ما تزود عدد الكلمات على اللي هو طالبه. طبعا يقول لك usually come in order، وهذا رابط للممارسة. هذا multiple choice questions، الاختيارات المتعددة. يعطيك سؤال وغالبا عليه ثلاثة أو أربع إجابات، فأنت تختار الإجابة الصحيحة. يحتاج لك سكانينج، مهارة السكانينج، القراءة بسرعة. طبعا الإجابات تجي في أوردر، وغالبا تكون A B C D، يعني مو الرموز أو الترقيم حقات، تستخدم الحروف الإنجليزية. هذا الرابط تقدر تدخل وتشوف معلومات أكثر. List selection choose the correct option from the list of words, information or names. هنا يعطيك، هذا يعطيك قائمة مثلا بخمسة أو ستة مثلا أسامي علماء أو أسامي أو معلومات أو details من باراجراف معين، ويقول لك يسألك يقول لك مثلا يقول لك البيانات هذه أو المعلومات هذه ذكرت في الباراجراف، أي من المعلومات هذه أو الأسامي هذه أو أسامي الشجر أو الزهور أو الحيوانات ذكرت في هذه القطعة. فأنت لازم تختار عشان تجاوب السؤال، لازم تختار، أحيانا لازم تختار ثلاث أحيانا أربع خيارات، لأنه هنا ما هو اختيار متعدد. الاختيار المتعدد أنت تختار إجابة واحدة بس، بينما هذه لا، يعطيك ليست فيها 10 خيارات، وأنت تختار مثلا الإجابات الصحيحة تكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة. لو تختار بس واحدة خطأ، لأنك الإجابة الصحيحة مثلا أربعة أسامي ذكرت أو خمسة أسامي، حددها كلها، لازم تحدد كل اللي ذكره. طبعا they come in order، وهذا الرابط تقدر تدخل وتشوف الفرق بين multiple choices اختيارات متعددة وهذا النوع من أنواع الأسئلة. choosing a title هذا يعطيك عناوين رئيسية، قائمة بالعناوين الرئيسية، ويقول لك تشوز واحد لكل باراجراف، تشوز عنوان رئيسي. فهنا بس يعني تركز على الهدف، الهدف identifying aims of the passage، الهدف حق كل باراجراف عن ايش تتكلم، وتروح تشوف ايش التايتل اللي يناسبه.
وهذا الرابط تقدر تدخل وتقرأ معلومات أكثر عنه. طبعا categorizing or categorization questions، هنا أسئلة التصنيف، يقول لك صنف decide which category the information belongs to from a list. هنا أسئلة التصنيف، يعطيك list ويقول لك صنف المعلومات اللي في الليست، طبعا بناء على معلوماتك من القطعة صنف، يعني ايش اللي ينتمي للجزء ده وايش اللي ينتمي للجزء ده. فانت لازم تشوف المعلومات هذه كلها، تروح تشوف وين ذكرت في القطعة عشان تقدر تصنفها. مثلا ذكرت في الباراجراف الاول، ذكرت في الباراجراف الثاني الثالث، لازم تشوف وين ذكرت المعلومات هذه اللي في الليست عشان تقدر تصنفها. انت لازم اللي هو locating the information in the passage or find the information in the passage، لازم تروح تحصل المعلومات اول شيء. وهذا الرابط يعطيك معلومات اكثر، وتقدر تسوي ممارسة من هذا النوع من انواع الاسئلة في هذا الرابط. matching sentences endings completing sentences by matching the start of the sentence with the correct ending given in a list. complete sentence، هذا أكمل الجمل، أكمل الجمل. اللهم يعطيك قائمة، يعطيك قائمة بالخيارات إنك تكمل الفراغ عن طريق من هذه القائمة. فش اسمه، هذا يكون مباشرة غالبا، هذا النوع من الأسئلة يكون مباشرة من القطعة، يعني تكون غالبا مباشرة. فالأفضل إنك لازم تروح تسوي locate للإنفورميشن، أقرأ الجملة وروح شوف المعلومات اللي في الجملة وين ذكرت في القطعة، بعدين اقرا الليست وشوف ايش اللي يناسب. طبعا ايش اللي يناسب بناء على قراءتك من القطع، بناء على المعلومات اللي اعطتك في القطع. الاسئله والاجابات don't always come in order. وهذا الرابط كما هو في الحال في الاسئله السابقه، تقدر تدخل وتشوف معلومات اكثر عن هذا النوع من انواع الاسئله. table completion نفس فكرة السمري كومبليشن أو السنتنس كومبليشن، إنك اللهم إنك تكمل، يعطيك المعلومات في جدول وأنت تكمل الجدول. غالبا يقول لك ما يعطيك ليست، يعطيك الفراغات ويقول لك كمل أكمل الفراغات من البسيج من القطعة. فأنت لازم تروح تحصل المعلومات اللي ذكرت في التيبل في الجدول، تروح تحصلها في أي جزء من القطعة، بعدين تشوف شو اللي يناسب انك تكمل، تختار الكلمة المناسبة اللي عشان تكمل الفراغ. طبعا تقدر تدخل على الرابط هذا وتكمل. انت لو تلاحظ ترى يعني كل التيبل والسنتنس والسمري، كل هذه اكمال فراغات، اللهم بطرق مختلفة. فأهم حاجة في اكمال فراغات انك تروح تشوف المعلومة هذه وين ذكرت في الباراجراف أو في القطعة، لازم تروح تشوف وين ذكرت بالتحديد عشان تقدر تكمل الفراغات، لأن هذا يختبر معلوماتك من الريدنج. يعني لازم تشوف فين ذكرت، وش ذكر، إيش المعلومات اللي ذكرت عنها، بعدين تروح تكمل الفراغات. نفس الفكرة الفلوت شارت كومبليشن، اللي هو الدايجرام، رسم بياني، يعطيك يقول لك كمل الفراغات، كمل الفراغات فيه. نفس الفكرة، لازم تروح locate specific information in the passage، لازم تروح وتحصل المعلومات، شوف ايش الجمل اللي في الدايجرام ده اللي في الرسمة، وروح على طول تروح تحصلها في القطعة، وتحاول تكمل الفراغ بالكلمة المناسبة. الإجابات غالبا تأتي في، يعني تيجي في أوردر، وهذا يعني سهل على الطالب. تقدر تدخل على الرابط تشوف معلومات أكثر. نفس الفكرة diagram completion، هذه كلها يعني أسئلتك من الفراغ. هنا labeling diagram، يعني diagram يعطيك رسم ويقول لك سميه، يعني يعطيك فراغات عليه أو أجزاء منه فراغات ويقول لك سميه، يعني label. من أنت تسميه، تروح تقرأ المعلومات اللي في القطعة وتشوف اللي يناسب هذا الدايجرام وتسميه، يعني تكمل الفراغات. ليه labeling؟ اللي هي فراغات في النهاية وأنت تكملها. الإجابات ما تكون في أوردر، الإجابات ما تكون في أوردر. أهم ميزة، أهم مهارة لازم تكون عندك، اللي هي locating the information in the passage، نفس فكرة الأسئلة السابقة. طيب short answer questions، هذه لا، ما فيها فراغات، ما فيها شيء، يعطيك كذا سؤال ويقول لك جاوب من دون خيارات،
من دون صح وخطأ، من دون شيء، يعني إجابة مباشرة. بس اللهم غالبا أحيانا يقول لك no no your answer should be no more than two words or three words. فغالبا يعني هنا الإجابة أنت سؤال وأنت تجاوبه، بس إذا قال لك حدد لك عدد الكلمات، انتبه إنك تتجاوز عدد الكلمات، انتبه إنك تتجاوز عدد الكلمات، فتأكد كم طالب عدد الكلمات المتاح لك في كل إجابة. والإجابات تجي في أوردر، فإذا السؤال الأول كانت إجابته في الباراجراف الأول، السؤال الثاني على طول تكون إجابته بعد إجابة السؤال الأول، يعني خلاص الجزء الأول اللي فوق خلاص تنساه، انزل دور تحت على طول عشان تختصر على نفسك الوقت. هذا الرابط تقدر تدخل تشوف معلومات أكثر وتسوي براكتس. طبعا هذا الجدول سويته، هذا أنواع الأسئلة كلها الـ14، وهنا بس أنا حددت إيش الأسئلة اللي تيجي في أوردر بالترتيب وإيش الأسئلة اللي ما تيجي بالترتيب. طبعا الأسئلة اللي تيجي بالترتيب هذه تختصر عليك الوقت، لما يكون السؤال إجابته مثلا في الباراجراف الثاني خلاص السؤال اللي بعده يكون إجابته مستحيل تكون في الباراجراف الأول، لازم تكون في الثاني أو الثالث أو الرابع تحت، فتختصر عليك الوقت في عملية البحث عن الإجابة. هذه كانت كلها الـ14 نوع من أنواع الأسئلة في اختبار الريدنج في الآيلتس. طبعا كما ذكرت إنه اختبار الريدنج في 40 سؤال، كل سؤال عليه درجة واحدة، كل سؤال عليه درجة واحدة، وهذا التصنيف. إذا جبت مثلا إذا جبت 5 أو 4 إلى 5 أسئلة، إذا جبت 4 أو 5 أسئلة تاخذ 2.5 في الريدنج، هذا بس في قسم الريدنج. إذا جاوبت مثلا 26، من 23 إلى 26 تاخذ 6، إذا جاوبت 39 أو 40 تاخذ 9 في قسم الريدنج، بس أنا أتكلم عن قسم الريدنج الآن. وهذه بعض الريسورسز والمراجع والكتب اللي أنا أشوف أنها يعني مفيدة جدا للطلاب في الآيلتس بشكل عام وفي الريدنج بشكل خاص. والسلام عليكم.